كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى مملكة البحرين، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى أطيب التهاني وصادق التمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته وعلى مملكة البحرين وشعبها بالخير والبركات والمزيد من التطور والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك. ورحب جلالة الملك المفدى بسفراء الدول الشقيقة والصديقة مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة القائمة بين مملكة البحرين ودولهم، مؤكدا جلالته الحرص المستمر على تطوير وتنمية هذه العلاقات لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع. كما أعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها السفراء لتعزيز مجالات التعاون المشتركة بين مملكة البحرين وبلدانهم الشقيقة والصديقة. وأكد جلالته أن شهر رمضان المبارك هو شهر كريم يعزز قيم الأخوة والتكاتف والتلاحم بين الجميع، ويؤكد على المبادئ والتعاليم السامحة للدين الإسلامي الحنيف.